بس انت تخافين من الله؟ قالت لي ايه اخاف من الله. قلت لها لو تخافين من الله كان لبستي حجاب، ولو تخافين من الله كان سترتي رجليك. ماما بهالرقبه للصومين وللصلين وبهالرقبه عندنا قضيه مشكله. اليوم اجت احد الاخوات لابسه لهنا وشعرها لهنا وصايمه الاخت. عليه من صايمه يا حبيبه؟ لو بالمجمع الفلاني تلقي الاخوات الحبايب شالحات 2، 3، 10، 20، 40، 50 جايه تحضر مجلس الاحسيه. والله لطيفه، نريد عدد. لو احنا امه نامر بالمعروف وننهى عن المنكر. قعدت هذه، قلت لها، قالت والله انا صايمه كل اثنين وخميس اصوم هاي قبل رمضان. قلت لها صايمه على اليمن؟ قالت لي ليش؟ شو انت الله؟ قلت لها لا 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 تدخليني بالكفر، انا شو هالجريدي؟ انا شو هالوضيع؟ بس انت تخافين من الله؟ قالت لي ايه اخاف من الله. قلت لها لو تخافين من الله كان لبستي حجاب، لو تخافين من الله كان سترت رجليك. قالت مو قلت للشيخ الفلاني وقال لي انت حره، موسى بدينا وعيسى بدينا. قلت له هذا الشيخ لنقات، هذا الشيخ يضحك عليك لنقات. ماما بهالرقبه للصومين وللصلين وبهالرقبه. قامت وعافتنا وسوت علي ثوره، لانه انا ما اقدر اسكت عن الباطل. خش كم واحد قعدت يمه من يحبون الدين، ها ولان شكلها مقبول ما يقدرون يقولوا لها ماما ترى هذا ما يجوز وصيامك غير مقبول، خافا يخسرون هذا الشكل الحلو ويغضبون الله الربع ويقول لك تقيه. احنا دجالين وغلاوتكم دجالين. لو كل واحد بينا يحارب ما موجود مشكله. دجالين دجالين. إذا شفت واحد مظلوم والظالم كبير تصفي الظالم، ولو تقول شمدريه شمدريني أبو مصطفى، لو تقول شمدريني وشعليه يسود الله وجهك ووجه دينك. من رأى منكم منكرا فليغيره. كلمة حق بوجه ظالم جائر تساوي العبادة كلها. خوش يقول علي بن أبي طالب ركعتين في الليل تساوي 70 ركعة في النهار، ركعتين في جوف الليل. يجي واحد يقول لك مستحبة، يردوكم الخير تردون لهم الشر. لذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقون من شيء فإن الله به عليم. شلون؟ أنا أرد أطي ومنطقتي جوعانة، يصير أطي أروح 100 كيلو أطي واحد وعاني جار جوعان، هذا يصير عبء عليك وعلى عبيك. وانا اريد وصل احطه بجيبي، هذا الوصل يدخلك الجنه؟ كل عقلك انت؟